إهداء من أبو ممدوح الدويمة وأم ممدوح إلى زوجة ابنهم إيمان. حصرياً على استوديو الإبداع الفني. الشعر في من كل مفخرة أم وسام حي والله فهلا عذب الأبيات فيها مسطرة كمها بين العرب بالحالة طيب وأخلاق وجمال وسيطرة والقصايد تفتخر بمثالها والقصايد تفتخر بمثالها بالوصايف كلها متمدرة وقمتها الأمجاد جت من زهلها فاحطي بإيمان مثل المبخرة وراسية مثل العالم ومجبالها ما عطاها الطيب والعرف ظهرها ما تجي للطيب والرجالها ما تبقي للمخالق شعرها دون علم الطيب ترخص حالها العدو لشافها زاد قهرها ينقهر لشاف طيب افعالها الشعر في من كل مفخرة أم وسام حي والمفالها أم وسام حي والمفالها الشعر في من كل مفخرة أم وسام حي والمفالها عذب الأبيات فيها مسطرة كمها بين العرب بالحالها طيب وأخلاق وجمال وسيطرة والقصايد تفتخر بمثالها والقصايد تفتخر بمثالها الوصايف كلها متمدرة وقمتها الأمجاد جت من زهلها فاحطي بإيمان مثل المبخرة وراسية مثل الأرض ومجبالها ما عطاها الطيب والعرف ظهرها ما تجي للطيب والرجالها ما تبقي للمخالق شعرها دون علم الطيب ترخص حالها العدو لشافها زاد قهرها ينقهر لشاف الطيب حالها الشعر في من كل مفخرة أم وسام حي والله فالها 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 أم وسام حي والله فالها. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني، دامت أفراحكم.